إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من منطقة مديونة. وكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا على الصورة، يعني بحضور عناصر ديال الدرك الملكي وكذلك عناصر ديال الجمارك متابعينا الكرام، وكذلك الوقاية المدنية والقوات المساعدة، كل السلطات حاضرة هنا اليوم متابعينا الكرام من أجل إحراق كمية كبيرة من المخدرات، سواء مخدر يعني المعسل ما يصطلح عليه بالعامية بالدارجة المعسل، أو لا يعني مخدر الحشيش متابعينا الكرام. يعني هنايا عملية ديال الإحراق بالقرب من منطقة مديونة متابعينا الكرام، فمشكورين كل السلطات سواء عناصر ديال الدرك الملكي أو للجمارك أو للوقاية المدنية أو للقوات المساعدة على هذا العمل الكبير اللي كيقوموا به متابعينا الكرام، واللي من خلاله يعني كيحيدوا الضرر على وليداتنا على خوتنا على الشباب ديالنا. فمشكورين هاد الناس هادو متابعينا الكرام، مشكورين كل الشكر على هاد يعني العمليات اللي كيقوموا بها، وخصوصا هاد الاحراق ديال هاد المواد المخدرة متابعينا الكرام، كيف ما قلنا اليوم بحضور سلطات المنطقة، سلطات المنطقة متابعينا الكرام. كيف ما كتشاهدوا يعني كاينين عناصر ديال الدرك الملكي متابعينا الكرام، كاين القوات المساعدة، كاين عناصر ديال الوقاية المدنية، وكاين كذلك الناس ديال الجمارك اللي تاهما مشكورين على يعني العمل اللي كيقوموا به. اذا متابعينا الكرام على المباشر، كيف ما كتشاهدوا معنا كل السلطات كاينه هنايا، السلطه المحليه كذلك، يعني كيتم في هذه اللحظات متابعينا الكرام احراق كمية كبيرة من المخدرات الصلبة. فأكيد متابعينا الكرام كيف ما قلنا هذا الشيء كينفع الحمد لله وليداتنا، أنهم يعني كينقص الضرر في المجتمع ديالنا وفي الأزقة ديال المجتمع ديالنا. وبالتالي فاحنا كنشكروا كل اللجان والسلطات وبما فيهم كذلك عناصر ديال الجمارك على هذا العمل الكبير اللي كيقوموا به متابعينا الكرام. اذا هذه يعني لقطه مضحكه من بعد الشباب اللي كينتظروا الذهاب ديال السلطات اللي كاينين هنا متابعينا الكرام. وادك ياك، تبارك الله عليك.